هل قوات الاحتلال قادرة على العملية البرية؟ اللي بتعمله إسرائيل دلوقتي لسبب مهم جدا، إنها غير قادرة على عملية الاجتياح البري. عشان تعمل اجتياح بري في العقيدة الإسرائيلية لازم محتاجة تنزل خسائر في القوات اللي تهاجمها مش أقل من 90% إلا ما يكون 100% لحد ما يقدروا، يعني لحد دلوقتي مش قادرين يحددوا فين فتحات النفقات، ايه شكل القوات اللي هيواجهوها في انفاق، وبالتالي هم عاملين يعملوا آلة القتل في المدنيين العزل بالشكل الخسيس اللي احنا شايفينه ده. وحد ما هم يكتشفوا فين الانفاق، يعني هم بس وانس يكتشفوا لو حتى فتحتين نفق هتلاقي ضربوا القنابل الزلزاليه اللي بعتها لهم امريكا دي، فيها ضخوا غازات سامه فيها، لحد دلوقتي مش قادرين. فبيعملوا نسبة خسائر عالية عشان يقللوا نسبة خسائر في المقاومة، يعني عشان يقللوا خسائرهم هم في حالة إذا فكروا في الاجتياح البري. الاجتياح البري ده طبعا هيبقى هو السيناريو الأسوأ، لأنه مش بس هيواجهوا الفدائيين أو المقاومة على أرض غزة، لكن ده أزرع المقاومة من كل مكان هتنهال عليهم، سواء كانت من حزب الله، من سوريا اللي هو فيلا القدس، من العراق، من الحوثيين في اليمن. كل ده هم متوقعين وعاملين حسابه، ولذلك أمريكا محركة قطع بتاعتها، حاملتين الطائرات اللي جايباها، انجلترا بعت قطع الاسطول، كل ده عشان تعمل ردع لاذرع المقاومه لا تتدخل وتسيب اسرائيل تعمل اله القتل بتاعتها في الفلسطينيين العزل. لاول مره في العالم بنشوف العالم كله للاسف، يعني الغرب اللي كل اللي في حتى امبارح في مجلس الامن كل همهم ان اسرائيل لها الحق ان تدافع عن نفسها. طب فين يعني تدافع ضد مين؟ المدنيين، الاطفال والنساء. النهارده عندنا 5000 شهيد، نصهم اطفال ونساء. يعني في اي مجتمع، في اي قانون دولي، في اي قانون انساني، الكل طبعا بيرفض هذا، لكن بكل اسف هو ده الضعف اللي احنا وصلنا له من زمان. لو يعني مش عايز اقول، لا، قدرتنا هي اللي هتجبر عدونا على انه حتى على الاقل يحترمنا، مش عايزين يحبنا، انما هذا الضعف وهذا الوهن هو ده السبب اللي بنضرب بالشكل ده. الفلسطينيين بيصبحوا قدام العالم كله محدش قادر يقول لاسرائيل لا. امريكا خلوا بالكم من حاجه مهمه جدا، اللي بتعمله امريكا مع اسرائيل النهارده، يعني ده طبعا مش هيخلي الناس تحب اسرائيل على الاقل المحيط العربي، ودي اللي امريكا حريصه عليه، ان تظل اسرائيل منبوذه من المحيط العربي، مكروهه باستمرار، لكي تكون هي اسرائيل دائما في حاجه الى امريكا عشان ما تقدرش تعيش من غيرها. وبالتالي امريكا بتستخدم اسرائيل استخدام وظيفي في هذه المنطقه لإخضاع المحيط العربي بالاعتداءات الإسرائيلية. محتاجين أسلحة، يبقى برضو بنجيبها من أمريكا عشان نحارب بها إسرائيل. الاحتواء المزدوج اللي بتعمله أمريكا ده هي اللي بيخليها تبقي على إسرائيل، تساعد إسرائيل أن تتوحش بالشكل اللي احنا شايفينه، لكي تظل دائما الاثنين علاقتهم مرتبطة ببعض، ينفذوا مصالحهم، ينزلوا الخسائر دي. المستفيد الوحيد من اللي بيحصل في المنطقة دي هي أمريكا.